إعادة بعث الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية ألداس ذات البعد الإفريقي مهمتها تعزيز المساعدة والتضامن مع دول الجوار سيما الدول الشقيقة في الساحل، قرار أعلن عنه رئيس الجمهورية من العاصمة الأثيوبية ومن منبر الدورة 33 لقمة الاتحاد الإفريقي، حيث أكد تبون استعداد الجزائر للإسهام في تعزيز التكامل الإقليمي بعدما كانت منصبة على شأنها الداخلي. ها هي الجزائر اليوم تستعيد علاقاتها وتجدد دعمها للاتحاد الإفريقي. الجزائر كانت دائما تنادي باستقلالية القرار الإفريقي ورفض التدخل في كل الشؤون الإفريقية. هي المقاربة التي اعتمدتها الجزائر في إعادة بعث هذا الصندوق الذي سيوجه بالأساس إلى تمويل الدول المتعنحة خاصة في دول الساحل الإفريقي. هذه الوكالة يراهن عليها لطي صفحات تهميش الدول الليبرالية والشركات متعددة الجنسية لدول قارة السمراء على مستوى العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي من أجل التحكم بمصيرها والإمساك بمسارها التنموي بكل أبعاده. هدف الرئيس هو إعادة بث ديناميكية جديدة سواء من ناحية دبلوماسية أو من دبلوماسية اقتصادية. الجزائر أنشأت هذه الوكالة في عهد الرئيس اليمين زروال، لكن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قام بحلها فور وصوله الحكم لأسباب تثير العديد من الاستفهامات.